يقول عن نفسه: لم أصلي الكثير من صلوات الصبح بسبب النوم، وعندما أصحو أجد الشمس قد أشرقت فلا أصليها، فهل علي أن أصليها عندما أصحو من نومي؟ أولا النوم ليس عذرا دائما في ترك الصلاة، إنما يكون النوم عذرا في بعض الأحيان، إذا كان من عادة الإنسان أنه يقوم ويصلي وكان حريصا على القيام فقد عمل الوسائل التي توفره لصلاة الفجر، ولكن النوم غلبه في بعض الأحيان فهذا يكون النوم عذرا في حقه. فإذا استيقظ فإنه يصلي في الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل نفس صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض أسفاره عن صلاة الفجر بسبب أنهم كانوا يسيرون معظم الليل ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل من هذا الوادي الذي ناموا فيه لأنه حضره فيه الشيطان، انتقل إلى مكان آخر، ثم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة، صلوا أولا راتبة الفجر التي قبلها، ثم أمر فأقيمة الصلاة وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فهذا هو الذي يكون النوم عذرا في حقه. أما إذا كان النوم نتيجة للإهمال، نتيجة للكسل وعدم المبالاة، فهذا حرام على المسلم ولا يجوز له ذلك. وإذا اعتاد ذلك فصار لا يصلي إلا بعد شروق الشمس، إن صلاته غير صحيحة في هذه الحالة، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في وقتها. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، صلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال تعالى في أول سورة المؤمنون: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. من المحافظة على الصلاة؟ أي من المحافظة على الصلاة أداؤها في مواقيتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مشروعة في أوقات لا يجوز إخراجها عنها بغير عذر شرعي. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن السهو عن الصلاة إخراجها عن وقتها بغير عذر شرعي، فوعدهم الله بالويل. في الآية الأخرى: أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلوات معناها إخراجها عن وقتها لا تركها بالكلية. من هذا يتضح أن الذين يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها من غير مبالاة ولا يصلون إلا إذا استيقظوا أنهم على خطر كبير، وأن صلاتهم غير صحيحة، لأن هذا نتيجة إهمال ونتيجة كسل ونتيجة عدم المبالاة. فعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة صحيحة ويحافظ على الصلوات في مواقيتها مع الجماعة إذا كان يريد النجاة لنفسه. جزاكم الله خيرا.